يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا ذكيت البهيمة ولكن نسيت التسمية عليها فهل يجوز أن أكلها؟ نعم، إذا تركت التسمية ناسياً فتأكل الذبيحة، لأن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنت إذا نسيتها فهي في قلبك ناويها، ولكن نسيتها عند الذبح فلا تؤاخذ وتحل للذبيحة. إنما إذا تركتها متعمداً هذا هو الذي لا تحل ذبيحته. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.